صباحكم هنا وسعادة، أخباركم إيه؟ أتمنى إن تكون وصفات الفول والبتشنجان الاقتصادية بتاعت امبارح عجبتكم. في الحقيقة طلب مني أعمل حلا اقتصادي أو سعره سهل شوية، فأنا جبت دول اللي لقيتهم تحت في السوبر ماركت، ده أرخص نوع بسكوت هستعملهم. لو ما كفوش معايا الكنافة اللي كنت قايله لكم عليها قبل كده ان انا بحمصها واشيلها في التلاجة، معايا كوباية سميد برضو متحمصة ومتشالة في التلاجة، معايا سوداني مجروش، معايا قشطة، قشطة من وش اللبن، يعني قشطة بيتي، مش هتشتري قشطة ولا تكلفي نفسك في حاجة، معايا حوالي معلقة ونص كاكاو، معايا جوز هند، معايا سكر، معايا شوية مربة فراولة بتاع ده، فراولة من اللي انا كنت حطاها في التلاجة عشان اعملها عصير. انا هضربهم وهاخد الفراولة، مش هاخد المية بتاعتها. ممكن تستعوضي عن الفراولة بموز، وممكن تحطي مثلا تفاحتين في التلاجة في الفريزر، وبعد ما تطلعيهم ويفكوا التجميد بتاعهم هتلاقيهم مستويين قوي. ايه كمان معايا؟ هحتاج شوية سكر حسب الاحتياج، حسب ما ادوق وهشوف. معايا حوالي ربع كوباية زبدة هسيحها في الميكرويف. الميكرويف مش عايز يشتغل؟ لا اشتغل. هضرب البسكوت في الكبة وهرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا انا ضربت الفراولة مع وش القشطة، او القشطة اللي نازلة من وش اللبن، اقل يعني. انا كنت واخدة القشطة دي من كيلو لبن، قولوا حطيت حوالي 3 معالق، لو احتجت تاني هبقى اخد. وحطيت 5 معالق سكر، معالق كبيرة، ضربت كله مع بعضه. قلنا لو القوام طلع تخين معانا هنزود سميد وكنافة، يعني يا ده يا ده او ده وده. لو القوام طلع مظبوط خلاص كفى الله المؤمنين شر القتال. اجيب الزبدة دي، حوالي ربع كوباية زبدة، بصوا الفراولة اصلا مش باينة، هي احنا هنحس بريحة بس مش اكتر. لو بالموز بتطلع حلوة قوي كمان، ولو بالتفاح برضو حلوة، اي فاكهة تقدري تضربيها، بس يعني الحاجات اللي بيبقى ليها نكهات خاصة. يعني هنا انا العجينة يعني نوعا ما كويسة معايا، لحظة واحدة. هجرب بايدي، انتوا عارفين الواحد بيحس بالحاجة من ملمس ايده. هي نوعا ما كويسة، ولسه لما هتتماسك شوية، لما اسيبها شوية ترتاح والزبدة اللي انا مسيحاها تمسكها تاني هتبقى احسن. بس كمان هحط لها شوية سميد، السميد ده متحمص في طاسة على النار، انا كنت محمصه كوبايه كده، انا حطيت تقريبا ربع كوبايه. ليه حطيت سميد؟ السميد زي الشوفان بيتفتح مع السوائل، بيتماسك اكتر، بيبقى طعمه حلو قوي. هاخد كمان معلقه ونص كاكاو. الريحه ما اقولكوش، الريحه فظيعه.
الكاكاو والسكر البودرة والدقيق اتعودوا دايما ان انتوا تنخلوهم علشان بيبقى دايما في تكتلات. شايفين تكتلات اهي، تعمليها بصباعك خلاص بتنزل، لكن لما بتنزل مكلكعة ما بتبقاش لطيفة. هاخد شوية سوداني كمان، حوالي معلقة كده، بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. هنقلب الكلام ده. يبقى انا كده عملت ايه؟ حطيت البسكوت. لو عندك البسكوت كميته كفاية ومش هتحتاجي لكنافة او لسميد يبقى كويس، لو الكمية مش قد كده وحاسة ان هيبقى الخليط صايص او فيه سوائل اكتر بتزودي شوية كنافة شوية سميد، المهم الكنافة تكون متحمصة والسميد كمان يكون متحمص. انا هقلب الكلام ده وهسيبه حوالي 10 دقايق ربع ساعة عقبال ما الم الدربكة اللي حواليا دي، وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا طلعت الكمية بتاعتي، عملتها كور صغننة دي تمام، حطيتها على ورق زبدة واكتشفت ان ورق الزبدة خلص فنقلتها على ورق تانية كنت مستعملها قبل كده، وهطلع اللي انا هطلعه على دي. انا بعمل شوكولاتة، بسيح شوكولاتة في الميكرويف. مش كلها هنعملها بالشوكولاته، هنعمل منها جزء بجوز الهند اهو. جزء منها بالسوداني. يعني مش كلها هتبقى شوكولاته بيور يعني. عقبال ما الشوكولاته بتاعتنا تطلع. في بقى ناس بتسيح الشوكولاتة على حمام مية سخنة، في ناس بتحطه في كيس سندوتشات وتحطه في كسرولة مثلا فيها مية مغلية، تحط الكيس بحاله بس بحيث ان المية ما توصلش الشوكولاتة. كل حد وليه طريقة. انا علشان مستعجلة، علشان انا مش عارفة ليه موبايلي بقى بيخلص شحن بسرعة قوي من وقت ما بدأت اسجل، كفاءته قلت ولا ايه معرفش، فعايزة اخلص بسرعة بسرعة بسرعة. اللي بعدها وهفضل اعمل كده لحد ما اخلص الكمية عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا عرفتكم التكنيك بتاعها ازاي، هخلص وهرجع لكم. كده انا خلصت الكويرات اللي معانا، هسيبها في التلاجة حوالي ساعة وهرجع لكم واحنا بنحطها في طبق التقديم مع بعض. بس خليكم فاكرين احنا تقولنا ايه. هي حالة اقتصادي، ملكوش دعوة بكل اللي انا قلته ده. انا حطيت
حاجات علشان اكمل البسكويت بتاعي، لكن اي ست عادية تقدر تعمل الكمية دي بست بواكي بسكوت زي اللي انا وريته لكم، اللي هو اسمه اهلاوي تقريبا، او اهلاوي، وممكن لوكس، ممكن حسب البسكوت اللي انتي بتحبيه. بتحطي حوالي ربع كوباية زبدة، قليلي شوية، او لو عاوزة تحطي سمنة بس تكون ريحتها حلوة تمام. بتحطي موزتين مهروسين او تفاحتين متجمدين في الفريزر وفكين فبيتهرسوا معاكي بسهولة. اي نوع فاكهة يديكي تطعيمة. انا حطيت فراولة لان هي اللي كانت متاحة عندي في الفريزر. قشطة اللبن بعد ما بتنزليها من الفريزر بتاخدي منها 5 معالق، بتاخدي حوالي نص كوباية سكر، بتاخدي حوالي كوباية معلقة ونص كاكاو خام. الزبدة قلنا الزبدة حوالي ربع كوباية او اقل. عندك جوز هند ممكن تحطيه في قلب العجينة، ما عندكيش مش مشكلة. عندك سوداني مجروش ممكن تحطيه في قلب العجينة، ما فيش مشكلة. في حاجات كتير ممكن تستعيدي عنها بالبسكوت بس، وبرضو بيطلع طعمه حلو قوي. انا بس زودت كنافة وسميد لما لقيت ان البسكوت عندي مش كتير. ولو عايزين تعملوها بالطريقة بتاعتي، هم كانوا 4 بواكي بسكوت، كوباية كنافة طحنتها مع البسكوت، كنافة طبعا مستوية متحمصة يعني في زبدة اللي انا بشيلها في التلاجة على طول، وحوالي ربع كوباية سميد برضو متحمص على نار واطية، ما تحطلوش اي دهون، هو تحميص بس. وباقي المكونات زي ما شفناها مع بعض كده. هشيل الحاجات دي في التلاجة تجمد شوية علشان الشوكولاتة دي تجمد وتتماسك، وهنرجع نشوف مع بعض طبق التقديم. وده شكل الحلى بتاعنا بعد ما خلص، الشوكولاتة جمدت عليه. ده شكله من جوه، طعمه حلو جدا، السميد مديله نكهة حلوة قوي. ساعات الاقي حتة كنافة كده جت تحت سنيني مقرمشة، طعمه حلو قوي. ياريت تجربوا الطريقة دي وبجد هتعجبكم، ومش مكلفة خالص خالص خالص. انا قلتلكوا ازاي تتعمل رخيصة وازاي تتعمل غالية. نهاركم فل بإذن الله. باي باي.